اهلا وسهلا بكم. اليوم راح اشوفكم شلون احنا اشترينا هذا البيت وراح نسوي ريمودل ونغيره كله، وبعدين راح نضيف له بيت لاخر خمينة. هذا البيت احنا انا بعبده هون وراح اشوفكم شلون من هسه، بعدين راح ارتبه ونبدله كله. راح اشوفكم مره ريمودل. انا همينة اشتغل بيع وشراء العقارات والقروض همينة، وبنفس الوقت اشتري واصلح بيوت وابيعها او اجرها او اضيف عليها بيت لاخر. فاذا احد يحب يتعلم هذا الطريقه مع الاستثمار خلي خابني يتصل بي وان شاء الله ما قصر وياكم. تعال يا خلي اشوفكم. سو مثل ما تشوفون هنا انا وهناك الاقاط كلها، ودنبدا نصلح ونسوي شغلات. طبعا هاي الداخل هنا انا راح نغير ارضيه وراح نصبغ ونبدل الجامات كلها. بعدين هنا انا مثل ما تشوفون هنا انا نفتح الحيطان وراح نخلي مطبخ هنا، وهنا عندك الغرف راح نبدل البلاستات الارضيات الشبابيك. بعدين هنا راح نسوي ترتيب اللي هي غرفه الغسيل، وعندنا طابق ثاني بهذا البيت همينة راح نشتغل عليه وراح نرتبه كله. وشوفكم يا عسل يا. بعدين راح نضيف تغيير تدفئه للبيت هذا ونكمل الترتيبات كلها، وبالاخير راح نصبغ. راح ناخذكم خطوه خطوه بالتفاصيل هذه ونشوفكم التصليحات ورا ما نكمل المحاضره.